أقدمت على الترشح تلبية لنداء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واستشعر روح المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن. برنامجي الانتخابي يهدف على كل ما أملك من خبرات وما يدور حولي، وهي من الأساس مرتبطة ببعض من وجهة نظري، مثل الخدمة المجتمعية، كوني أم، وكل ما يخص المرأة والطفل وأصحاب الهمم وكبار السن، التعليم للوصول لعالم منتج للمعرفة، وإيجاد مخرجات ملائمة لحل مشكلة التوظيف. شعار الانتخابي بكم نتمكن. أنا إنسانة محبة، للتطوير، أحب الإنتاج، أحب الثقافة، أحب أواكب التطوير. من شخصيتي بعد أني قيادية، يمكن شجعوني من باب أن أنت تقدرين توصلين الصورة، أنت تعرف عندك أسلوب إقناع.